الأمن الغذائي هو واحد من أهم الأولويات للدولة حاليا. كل كام شهر بنشوف افتتاحات، بنشوف توسعات جديدة، بنشوف مشروعات تتعلق بالزراعة بتحصل في البلد. يعني هقول لحضراتكم حاجة، السنة اللي فاتت 2021 2022 مثلا كان في مصر حوالي 9,800,000 فدان، دي المساحة المزروعة في مصر، المحاصيل اللي بتجيلنا بيوتنا وبنستهلكها كأمن غذائي 9,800,000 فدان. السنة دي نتكلم اللي هي 22-23، مستهدف ان شاء الله حتى يعني نص 23 او يعني اخر 23 باذن الله لو انا ما كنتش غلطان، تمام. بنتكلم في حوالي 10 مليون فدان مزروع في مصر، يعني باذن الله في خلال الكام شهر دول اللي احنا فيهم بيتم دخول 200,000 فدان جديد، مش مثلا اراضي بتتحسن او لا، ده في 200,000 فدان جديد كانت ارض صحراء بتتحول الى ارض منتجه، الى ارض مزروعه، وده رقم ما هواش قليل على الاطلاق. وفي خطط من اجل التوسع، بنشوف مشروعات زي الدلتا الجديده، مستقبل مصر، الصوب الزراعيه، ففي شغل في هذا القطاع كامن غذائي. هنشوف ايه اللي حاصل في قطاع الزراعة، هنشوف ليه البعض بيشتكي، ايه السبب من ارتفاع محصولين بالتحديد، يعني الطماطم مجنونة قوطر كنا بنتكلم عليها لسه في المقدمة، والبصل ايه الفكرة، ايه السبب، ده اللي هنعرفه ان شاء الله من ضيوفنا الكرام في الاستوديو. برحب بدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واصلاح الاراضي. دكتور علي اهلا بسيادتك. اهلا فندم، بسيادتك. اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بدكتور محمد غريب، استشاري معهد البساتين بوزارة الزراعة. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. برحب كمان بالاستاذ حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة. يا استاذ حاتم ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بك يا فندم والساده ضيوفك وكل متابعيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. استاذن الدكتور علي ودكتور محمد، نشخص الحاله مع الاستاذ حاتم ونشوف. يا استاذ حاتم، احنا عارفين دايما ان القوطه كل يوم بسعر وعلى حسب الموسم والامور دي كلها، فالناس بتسال على السوشيال ميديا ايه اللي حصل في القوطه وايه اللي حصل في البصل؟ ليه اسعارهم ارتفعت بالشكل ده؟ خلينا في البدايه بس ناكد ان احنا عندنا توسع في الزراعه، وده طبعا جزء كبير جدا يحسب للدوله المصريه والقياده السياسيه، ولكن احنا طبعا في تغيرات يا استاذ عمرو مناخيه ما فيش حد ليه يد فيها، يعني تدخلات الهيه، يعني ارتفاع درجات حراره بشكل مفاجئ وانخفاض، ثم بعد كده عاصفه تروبيه، انخفاض الهند الموسمي اللي كان في 7 و8. هو ده يا فندم اللي احنا بنتكلم عنه، لكن احنا بنتحدث عن ان احنا الفتره دي هي احنا عندنا انتهاء عروات صيفيه وبدايه عروات زراعيه جديده، ودي الفجوه في كل عام. واحنا طبعا على ما تذكر احنا كنا يعني تحدثنا في السابق في 2018 كان برضو عندنا نفس الازمه، بس كانت في البطاطس والطماطم، صح، نتيجه برضو الحاله الجويه. وطلعنا قلنا للناس ان الفتره دي فتره مؤقته، ولكن احنا الان احنا داخلين مقبلين على مواسم هيكون من شأنها زيادة المعروض من الإنتاج، ينعكس ده داخل الأسواق، ثم ينعكس بثبات الأسعار، ثم انخفاضه تدريجيا. طيب وده يعني أكدت عليه كتير، يعني يا أستاذ حاتم عشان يبقى الكلام ده واضح قدامنا جميعا، سواء الطماطم أو البصل الاتنين اتأثروا نتيجة بموجة الحر اللي كانت في الشهرين اللي فاتوا، فده أثر على المحصول فقل، فبالتالي أسعاره زادت. ده تفسير الحالة اللي احنا فيها يعني؟ نعم ده حقيقي، لكن البصل تحديدا كان في عندنا تدني في المساحات المزروعه نتيجه طبعا خساره بعض المنتجين الزراعيين في الاعوام السابقه لتدني الاسعار، وده كان يعني جزء احنا يعني كنا متوقعينه، ولكن احنا برضو عندنا لازم نطلع نقول كل شفافيه ان احنا عندنا دلوقتي مقبلين على مواسم، مقبلين على زياده معروض من الانتاج، لازم المواطن يعلم احنا عارفين في اسعار تحركات سعريه، وبناكد واحنا عمرنا ما هنطلع نكذب ونقول غير الحق. لا هنكذب ليه؟ ما هو ده موجود في المقام في السوق الاول يعني. الان المواطن بالظبط كده الواقعيه الحقيقيه احنا بننقلها، لكن احنا بنقول النهارده في ظل الحاله الجويه وفي ظل برضو تدني المساحات المزروعه بالنسبه تحديدا للبصل، وايضا لابد ان يكون نشتغل على ان احنا يكون لدينا توحيد
وجهود المراكز البحثيه. وطبعا يعني اساتذتنا الساده ضيوف حضرتك هم اعلم مني بهذا يعملوا المساله يعني وانا بقى الجهود البحثيه. والدكتور محمد غريب استشاري معهد البساتين بوزاره الزراعه عشان يفتينا في الجزئيه دي، يعني ايه المطلوب من الجهات البحثيه في الزراعه؟ يعني احنا عايزين البرنامج القومي وبالتأول الخضر والفاكهه، عايزين مزيد من الارشاد الزراعي. الدوله بتشتغل، وزاره الزراعه بتشتغل. احنا كنا منذ 10 ايام في اجتماع مع معالي الوزير وفتح لنا بابه وسمع مننا كل المشاكل وشكل لجنه على ارض الواقع يعني تقف على كل اللي حصل على ارض الواقع عشان نشوف ايه المستجدات وايه التغيرات المناخيه وايه تاثيرها على المنتجات الزراعيه. احنا بنقول يعني توحيد المراكز البحثيه لجهودها دي من خلال البحث العلمي. احنا النهارده كل يوم يا استاذ عمرو عندنا تداعيات جديده من خلال تغير المناخ. انت عندك النهارده ما بقاش الصيف صيف يا استاذ عمرو، انت احنا داخلين على الخريف وبرده ما زالت درجات الحراره فيها ارتفاع كبير جدا، ولو برده بالليل بيبقى برده نسبه رطوبه عاليه. فانت عندك تغيرات بتاثر على المنتجات الزراعيه وتحديدا الخضار والفاكهه. هو ده اللي انا باكد عليه. هل احنا ما بنشتغلش؟ لا بنشتغل، ولكن نحتاج المزيد. واحنا يعني لما بنيجي حتى سالنا ربنا هنساله الفردوس الاعلى، لما طلبنا لو طلبنا الجنه هنسال الفردوس الاعلى. فاحنا نحتاج المزيد عشان خاطر يبقى عندنا زياده انتاجيه تنعكس ده بانخفاض اسعار لدى المواطن المصري اللي الان بيعاني معاناه كبيره جدا من خلال التغيرات المناخيه دي وتاثرها على الارض الواقع. احنا كان عندنا يا استاذ عمرو يعني مئات الالاف بتخش، يعني كان عندي من 20 ل 25 طن بيخشوا داخل اسواق الجمله سوق العبور تحديدا. النهارده تراجعت ليه؟ عشان انا عندي ضعف انتاجيه نتيجه التغير المناخي والحاله الجويه الغير المعتاده. يعني الشعب المصري ما اعتدناش على الحاله الجويه دي. تمام. احنا ما كناش عندنا. فبالتالي اول حاجه بتتاثر تظل هي أسبيع. المحاصيل الزراعيه يجي بقى بالتالي موجه الحر اللي حصلت على مدى الشهرين اللي فاتوا تضرب محصول الطماطم، مش عارف بتاع البصل اللي بيزرع بصل يقول لك ده اسعاره رخيصه مش هزرع بصل هزرع برسيم، فبالتالي ده اللي عمل الفجوه اللي احنا فيها.